أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أبنائي وبناتي تلاميذ مستوى الثانية إعدادي. في هذا الفيديو سوف نصحح تمرين رقم 4 من سلسلة تمارين حول درس المتجهات والإزاحة للثانية إعدادي. إذا في هذه الفقرة لدينا تمرين كما يلي: ليكن أ بي سي دي متوازي الأضلاع. إذا أ بي سي دي متوازي الأضلاع، نعتبر الرباعي سي دي أو إف كذلك متوازي الأضلاع. سي دي أو إف هنا لاحظوا هنا لدينا شكل يعني نوعا ما ليس متوازي الأضلاع، لكن نقبل أنه سوف يكون متوازي الأضلاع. إذا يجب تكون هنا لكي يكون متوازي الأضلاع، لكن ليس هناك مشكل. نفترض أنه متوازي الأضلاع، نحن نستخرج فقط العلاقات، الشكل غير صحيح. إذا يجب أن ترسم أنت شكلا صحيحا، إن هذا الشكل غير ليس بمتوازي الأضلاع، لأن الضلع متقابلا غير متقيسا. إذا أنت أرسم شكلا يعني لكي يكون هنا، لكي يكون الشكل متوازي الأضلاع أو هنا، واضح؟ نحن لن نعتمد على الشكل، وإنما سوف نعتمد فقط على المعطيات. قارن ب اف و أ. ننطلق من المعطى الأول، أ بي سي دي متوازي الأضلاع. ماذا يعني؟ يعني أ بي يساوي دي سي، يعني أ بي تساوي دي سي. وإذا انطلقنا من المعطى الثاني، سي دي أو اف متوازي الأضلاع، يعني سي دي تساوي اف أو، يعني سي دي تساوي اف أو. لكي نقارن هنا دي سي و سي دي، نعكس هاتين المتجهتين، نعكس منها. إذا هنا نستطيع أن نكتب دي سي تساوي اف أو اف، يعني دي سي تساوي اف. إذا لاحظوا دي سي دي سي، إذا أ بي تساوي أو اف، إذا أ بي تساوي أو اف، أ بي تساوي أو اف. وبما أن أ بي تساوي أو اف، فإن أ بي اف أو متوازي الأضلاع، أ بي اف أو متوازي الأضلاع. إذا هذا الشكل سوف يكون، لو قمنا برسم شكل صحيح مثلا هذا الشكل، إذا كانت أو هنا، سوف يكون لدينا أ بي اف أو متوازي الأضلاع. إذا سوف يكون شكل كما يلي. وبما أن أ بي اف أو متوازي الأضلاع، يمكن أن أستخرج عدة علاقات، أن أ أو تساوي بي اف، أن أ بي تساوي أو اف، أن اف أو تساوي بي أ، أن اف أ تساوي أو أ. لدي الحق في استخراج كل هذه العلاقات وعلاقات أخرى أيضا. إذا بي اف تقيس أ أو. نتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا التمرين. تحياتي وإلى اللقاء.